يعطيكم العافية. حضرنا هذا اللقاء باسم كتلة تجدد، وبالحقيقة هذا اللقاء هو خطوة إلى الأمام بالاتجاه الصحيح، إنما خطوة غير كافية. خطوة إلى الأمام لأنه نحن من الأساس معتبرين أنه بغض النظر عن خلافاتنا بمقاربة هذه الحرب، عن خلافاتنا بكيفية الخروج عن هذه الحرب، من الضروري أنه موضوع النازحين أهلنا من كل المناطق اللبنانية، من الضروري أنه نحن كلنا سوا نوقف إلى جانب بعضنا، نوقف إلى جانب بعضنا كأولاد أو أبناء وطن واحد، لأنه بالنتيجة بدنا نرجع نعيش مع بعض بوطن واحد إيد بإيد، بدنا نرجع نبنيه. مقاربة موضوع الوطني والقضية الوطنية اللي هي موضوع النازحين كانت مقاربة جامعة مبنية على أساسين. الأساس الأول هو ضرورة أو الواجب الوطني والإنساني أنه نقف إلى جانب بعض، والأساس الثاني أنه نقدر حماية للمجتمعات المضيفة، حماية للنازحين المدنيين، نمنع تسلل سلاح ونمنع عمليا نعرف مين عم بيجي، ومشان هيك كمان نسجل النازحين. هذه المقاربة اللي أنتوا بتعرفوا طلبت فيها من الأساس، ويمكن بمرحلة من المراحل البعض قام علي حملات تخوين، عمليا عم بيتم تبنيها من كامل الكتل النيابي بالمجلس النيابي. إنما هذه الخطوة اللي مثل ما قلت خطوة إلى الأمام، بالنسبة لي هي خطوة بعدها مش كافية. أولا ما فيها تشكل بديل عن العمل المؤسساتي، فإذا تداعى النواب بهالصورة اللي أمنت نوع من إجماع، منه بديل عن دعوة مجلس النواب أنه يقوم بواجباته. وأنا برأيي من الضروري مثل ما صار وقت موضوع الوجود السوري في لبنان، وقت يعني صار في جلسة نيابية للمناقشة ومن بعدها صار في توصيات، المطلوب اليوم قبل بكرة تنقدر نترجم هالشبكة الوطنية حول موضوع النازحين، بدنا نترجمها عمليا باعمال حكومه، بشو بده يعمل الجيش، اسئله سالتوها لزملائي. هيدي بدها دعوه مجلس نواب مع بوجود الحكومه تنقدر نعمل ترجمه عمليه، وهيك بنكون رجعنا يعني الموضوع الى الموضوع المؤسساتي. وبيبقى الاهم انه كل هيدا بعدنا نحن عم نعالج الاسباب، عم نعالج ما تيغزونا النتائج. المطلوب انه نعالج الاسباب، المطلوب أنه نتوافق على أكثر من دعم النازحين أو أهلنا النازحين، مطلوب أنه نتوافق على كيفية الخروج من هذه الحرب، على خارطة طريق بتأمن وقف أطلاق نار جدي بدون كب مسؤوليات، على خارطة طريق بترجع الكل بالتساوي تحت سقف الدولة، بتطبيق اتفاق الطائف، بتطبيق القرارات الدولية 1701 بما يتضمن القرارات 1680 و1559، تما نفوت بلعبة تزاكي ونعيد تجربة انه في حدا بيقرر وكل اللبنانيين عم يدفعوا الثمن. نحن ما فينا نكون يعني نواب بمسته تقريبا كالمجلس النواب، بس عم نتعاطى بمنطق بين هلالين الصليب الأحمر. المطلوب انه نبادر تنوقف المأساة اللي عم بيعيشها الشعب اللبناني. سعادتك سؤال بس، كيف بيتكرر موضوع السلاح للنازحين والمراكز بالمناطق المضيفة للنازحين؟ هل في تقارير أمنية موثقة بتفيد وصلتكم، بتفيد فعليا انه هالشيء موجود او هو بس على سبيل الاحتياط؟ هذا موضوع انتم بتعرفوا فيه كصحفيين، انا اعطيت رأيي فيه باكثر من مرحلة. في وقائع على الارض اصلا طالعة يعني بين إيدين القوى الأمنية والعسكرية وطلعت بالإعلام، عليكم أنكم تتابعوا بهذا الموضوع. من جديد نحن علينا أن نوضع آلية واضحة تنمنع هذا الموضوع، لأنه حماية أول شيء للنازحين المدنيين، وحماية للمجتمعات وطمأنة للمجتمعات اللي عم تستقبلهم، عم تستقبل أهلها. يعطيكم ألف عافية.